ما مش فصل تاع معاش نفسي مش درتي فيه تعريف معاش معاه ما كاش شو معاش نفسي قلق توتر ضغط اكتئاب يعني سامحين يعني أنا أتمنى حتى الفصول النظرية غير منجزة أو لم يتم إنجازها أنا هي رؤيتي يعني ما شوفها تقدم تاع 5 سنوات دخلت الفانس 15 14 26 23 راكي بعيدة كل البعد لا حتى لا نسبة 30% أنا هذا رأيي وكيف تم اختيارها ولماذا العينة هذه بالذات؟ كيف ما هو مصير هذه العينة في الدراسة الأساسية؟ ما هي عينة الدراسة الأساسية؟ شكون هي؟ حجمها؟ علاش نتكلموا على حجمها؟ الطالب السؤال الأول السؤال شنو الطالب؟ ما نتكلموا على أدوات من غير معقول منهجية أن نعرف أدوات Thank you.